عبرانيين 10، لأن عشان الشريعة كانت بتعبر عن ظل الخيرات اللي جاية في المسيح، وما كانتش بتعبر عن الحقيقة زي ما هي، فما كانتش تقدر توصل للكمال اللي بيتقربوا بيها لله وهم بيقدموا كل سنة نفس الذبايح على طول. وإلا فما كانوش يفضلوا يقدموها، لأنه مدام الخدام اتطهروا مرة وخلاص ما تبقاش ضميرهم لسه حاسة انها خطية. لكن الواقع ان في كل سنة كلام عن خطايا، لانه مش ممكن ان دم تيران وتيوس يرفع خطايا. عشان كده لما دخل العالم قال ذبيحة وقربان ما حبتش، ولكن جهزت لي جسم بمحرقات وذبايح للخطية ما انبسطتش. بعدين قلت في صفحة الكتاب مكتوب عني اديني جاي عشان اعمل ارادتك يا الله، لانه بيقول بعد كده انك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبايح للخطية ما عوزتش ولا فرحت بيها اللي بتتقدم حسب الشريعة. بعدين قال اديني جاي عشان اعمل ارادتك يا الله، يتشد الاولاني عشان يتثبت التاني. فبالارادة دي احنا متقدسين من خلال تقديم جسم يسوع المسيح مرة واحدة، وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرات ومرات كتيرة الذبايح دي نفسها اللي متقدرش خالص انها تشيل الخطية. واما ده فبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة قعد من غير نهاية عن يمين الله، وهو مستني بعد كده يتحط اعدائه مكان ما بيحط رجليه، لانه من خلال قربان واحد كمل من غير نهاية للمتقدسين. ويشهد لينا الروح القدس كمان، لانه بعد ما قال قبل كده هو ده العهد اللي عهده معهم بعد الايام دي، بيقول الرب اخلي الشرايع بتاعتي في قلوبهم واكتبها في عقولهم، ومش هفتكر خطاياهم ومخالفاتهم بعد كده، ولكن مكان ما يبقى غفران لده ما يبقاش بعد كده قربان عن الخطية. فعشان لينا يا اخوة تأكد بالدخول للأقداس من خلال دم يسوع، طريق كرسه لينا جديد عايش من خلال الحجاب يعني جسمه، وكاهن عظيم على بيت الله، يبقى نطلع قدام بقلب صادق في تأكد الإيمان، مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغسول أجسامنا بمية طهرة، يبقى نتمسك بالأمل اللي بنعترف بيه ثابت قوي لان اللي وعد هو امين، ويبقى نلاحظ بعض عشان نحرض على المحبة والاعمال الكويسة، مش سايبين الاجتماع بتاعنا زي ما الناس عادة، لكن وعظيم بعض وبالاكتر على قد ما تشوفوا اليوم بيقرب. لانه لو غلطنا باختيارنا بعد ما خدنا معرفة الحق ما تفضلش بعد كده ذبيحة عن الخطايا، لكن قبول حكم مخيف وغيرة نار راح تاكل اللي بيقومه. اللي خالف شريعة موسى فعلى شهدين ولا ثلاث شهود يموت من غير رحمة، فقد ايه عقاب اشر تفتكروا انه يتحسب مستاهل اللي داس ابن الله وحسب دم العهد اللي تقدس بيه نجس واستخفت روح النعمة؟ لاننا نعرف اللي قال ليا الانتقام انا اجازي بيقول الرب، وكمان الرب يحاكم شعبه. مخيف هو الوقوع في ايدينا الله اللي عايش. ولكن افتكروا الايام اللي فاتت اللي فيها بعد ما نورته صبرته على جهاد الام كتيرة، من ناحية مشهورين بتعييرات وديئات، ومن ناحية وانتوا بتبقوا شركة للي حصل فيهم كده، لانكم تعاطفتوا مع القيود بتاعتي كمان وقبلتوا سلب فلوسكم بفرح، وانتوا عارفين في نفسكم ان عندكم اموال احسن في السماء وقعدة، فمترموش التأكد بتاعكم اللي ليه مكافأة عظيمة، لانكم محتاجين للصبر عشان لو عملتوا اراده الله تاخدوا الوعد، لانه بعد قليل قوي هيجي اللي جاي ولا يتاخرش، واما الصالح فبالايمان يعيش، ولو رجع لورا ما تفرحش بيه نفسي. واما احنا فما احناش من اللي يرجعوا لورا عشان الضياع، لكن من الايمان عشان شراء النفس.